السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحديث جديد نزل على كينج شير هيسهل جدا جدا عملية إضافة سيرفر السي سي كام على أجهزة البي أوت. يعني ما شاء الله، يعني الجهد مشكور جدا لأبو عبد الرحمن والأستاذ حكيم، يعني الناس ما شاء الله يعني شغالين على الجهاز كويس جدا حاليا. بسرعة بس عشان الشرح ما ياخدش وقت، الشرح بسيط جدا. لازم تخش على اللي محدثش، يخش تطبيقات ويخش على باك اب ريست ويعمل انستول اب اونلاين. لازم نخش نعمل الخطوة دي الاول. بعد ما نعملها هيظهر عندك الفايل لينكد، ده المتجر بتاعهم اللي هما شغالين عليه. تمام، الفايل بعد ما يفتح معاك كونتينيو لازم تحط فيه الكود ده 487-234-446. بعد ما تخش عليه اعمل كونتينيو، عادي اي رسالة تطلع لك اعمل ديسمس عادي، وبنختار الكينج شير سي سي كام. الكينج شير سي سي كام بتروح هنا، اول ما بيحمل معاك تظهر لك العلامة ديت. اضغط عليها، ابدأ التثبيت العادي بتاعنا. تم خلاص، بنخرج بره عادي جدا. هروح بعد زرار الهوم، هطلع بره خالص، نروح للتطبيقات، هلاقي نزل عندي الكينج شير. ركز معايا يا جماعة، انا مش هخش على متصفح ولا هعمل اي حاجة، كل حاجة هتبقى موجودة من الريموت. كينج شير ننتظر هيفتح معانا، بعدين نخش على نت كلاينت كونفيجريشن. نت كلاينت كونفيجريشن اوكي، هتقف على الكينج شير، هتقف على الكينج شير وتعمل اصفر اديت، جاب لك الصفحة هنا. الهوست هتشيل الهوست ده وتحط الهوست بتاعك، وتشيل البورت ده وتحط البورت بتاع السيرفر بتاعك، واليوزر نيم والباسورد، وتعمل سيف. انا طبعا هوقف السيرفر وهحط البيانات بتاعتي، بعد كده هنرجع نشتغل ونشوف ان احنا من غير ما نخش على متصفح هيشتغل معانا السيرفر، ودي عملية هتنجح بنسبة 95% او 99% مع كل السيرفرات. هتنجح العملية ديت من غير ما نخش على المتصفح. تمام، انا دخلت كده حطيت بياناتي والسيرفر اشتغل معايا اهوت. نروح على التلفزيون ونجرب. او سنه هلا، هننتظر القناة تفتح. طيب القناة لو مفتحتش هنعمل ايه؟ هنفصل التلفزيون الريسيفر كهربا ونوصل تاني. احيانا بيحتاج تعمله ريستارت واحيانا ما بيحتاجش. كده فصلنا،
وطبعا الشرح ده سواء على الشوكولاتة كينج توب، اهم حاجة انك بتنزل الفايل لينكد وبتحمل منه الكينج شير فيرجن 2 وتخش تعدل على الكينج شير. لو انت مشترك في الكينج شير تحط اليوزر نيم والباسورد وخلاص. تفتح معانا الصورة، كده فتحت معانا. تخش على التلفزيون، ثواني، وبتفتح معانا القناة. اللي بيعرف وبيتقن موضوع ان هو يخش على الانترنت على النت او بموبايله على الـ على الـ على موقع الاو اس كام ذات نفسه بتاع الريسيفر ده برضك افضل له، الافضل انك تخش على النت. لكن العملية ديت معمولة اللي هو يدوبك مش قادر ان هو يخش على الـ على النت، او يجي له عمل، او مثلا ال يجي له كل شويه مثلا الرابط غير صالح والكلام ده كلاته. لا، الموضوع بسيط جدا، بضغط على كلمه الشبكه، يطلع لي اسم الشبكه بتاعتي، اضغط عليها يطلع لي العنوان الاي بي بتاعي، باخده نقطتين اربعه تمانيات واخش. عرفت اعمل الحكايه ديت؟ تمام. ما عرفتهاش خلاص، بخش على الكينج شير وبحط البيانات يدوي، بس بعدل على الكينج شير، ما بعملش اضافة جديدة. بقف على كلمة كينج شير واضغط اصفر علشان اعدل عليه زي ما شرحت في اول فيديو. ان شاء الله يكون الشرح مميز، واي استفسارات احنا معاكم. وطبعا ما تنسوش ان احنا الحمد لله بنقدم اقوى خدمة واقوى ثبات لباقة الاوس ان موجودة في السوق. اللي حابب يجرب معانا التجربة متاحة. طبعا انا كنت بشرح على صورة كينج توب 2، رجعت الشوكولاتة. انا طبعا الشوكولاتة الصراحة يعني مريحة بالنسبة لي، خصوصا مع توفر خدمات جوجل بلاي معايا والمتجر شغال بدون اي مشاكل. فانا صراحة شايف ان صورة الشوكولاتة ممتازة جدا، وطبعا دي اراء، في ناس كتير جدا بتعشق كينج توب 2. وليه كنتوا في الاخر كل واحد بيعمل حاجة اللي هو ايه بيرتاح ليها. وفي الآخر نحب نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.